دير وجهك الجاي انت بي... ولا هذا مجاهد يا ابو هذا هو مجاهد الله لك الله يخلي لك اياه وانت اسمك ايه؟ انا اسمي محمد ابن ابو ساره ابن ابو ساره ما هو سمى محمد على ابوه على سي على أبو. الله يرحمه بتذكره همك قاعد تفتيكم بكنا كل يوم نمرق هاي بيتنا انتوا بعتوه ولا لا؟ باعوا لدار محمود البرهان اما دار اخرى قديمه يعني دار سيدي اذا بتصحى دار سيدي سليم محمد قاعدين فيها تحت تعتيكة. بعرف بعرف صراحة ابوي من سيدي بعرف بس فيش بعد الاصاله دي يعني قلنا حكي فاضي الدور الجديد ما بتسوى شيء بنظري بس انا بحب التراث بحب القديم مهما كان انا شايفك لابس لباس يعني قديم قديم جدا ما هو بتطلع على العقل في شيء خمس عقل في في يا لطيف في جميع الجامع تركي العودي محمد النوري اللي ظله وابو علاج ابو علاج ابو شاهر وابو شاهر ابو شاهر بشوفوش يا زلمه يصلي لا لا روح بيجي ابو شاهر انا شفت زمان رايح جاي يعني بس السنه انا هاي السنه ما شفتوش لحد هلا انا ما شفتوش قول يا حج بقول لك رجع عجل لأنه عنده أربعة عنده أربعة؟ هيك بقول لي طب ما اتصلش عليه لا اتصل امبارح كيف بعرف إن شاء الله قال بكون رحت له على الدار ولا بقولوا لي راح عند محسن عند محسن هو ليش؟ انا قاعد باب بتعرف المحدد اللي يلي بمحلنا اثناء الشارع عربوك شايف كل انا اللي بدي اتصل فيه اول ايش قلت اتصل في الحجي عشان هي قالت لي اول شيء الدور ما شو بدي اسال الدور مش انا مستني هلا ابصر العصر ان شاء الله يعطيك العافيه الله يعافيك بعد ما تخلص لا رجاء استنى استنى بس تتوصل على ده جيب ما خفيش جيب جيب لسه مو شغله يلا بسم الله تسمحوا لي انا بنزل في افلام اذا ما رحتش تطفي لا ولا بنزل في الافلام